عم اشتغل اساسا عشان طالع حق لقمه الخمس لاهلي. صوت عالي خيازان. آمين, امين 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 امين. لك مو تكرم عينك, كيفك؟ سؤال سهل الحمد لله. سؤال سهل, ما في شهر كامل لعلاج ابنك تمام, وغير هدول حنسالك الاسئله اللي بتربح عليهم 120 ليره. ابوي مات, متوفي. ابوك متوفي؟ عمي انت خلط جبهه. برافو عليك انت والله بطل, صدقا بالله. مرحبا, أنا مهدي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سؤال الشارع. نحن الآن متواجدين بمكان لجمع الخردة والحديد. الشباب يلي موجودين هون بيطلعوا من الصبح للمساء بيدوروا على خردة وحديد مرمي بالنفايات أو على أطراف مدينة إدلب وبيجمعوا ليجيبوه للمكان هاد, وبعدها بيقعد الواحد منهم 6-7 ساعات تحت حر الشمس وبيفرز الحديد والقمامة يلي موجودين في المكان وبيبيعوهم ليربح الواحد منهم 30 أو 40 ليرة في اليوم, بالوقت يلي ربطة الخبز سعرها في مدينة إدلب ما يقارب 10 ليرات تركي. رح نعمل مسابقة بأسئلة متنوعة مع الشباب يلي بيشتغلوا باليوميات بجمع الخردة والحديد, ومنرجع مع بعض مرة تانية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شلونك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله فضل الله. الله يعطيك ألف عافية. من أيمتى عم تشتغل أنت؟ من 6 الصبح. من 6 الصبح. بس أنت باين عليك هيك أكثر واحد بالشباب مشتغل اليوم. الحمد لله. ما هيك؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. خليك يعطيك يا رب. متزوج لعازب حضرتك؟ والله 5 جواز. متزوج؟ إيه. كم ولد عندك؟ عندي 4 أولاد. 10. إيه. 10. في عندي صبي هلا من يوم مريض شوي. شلون؟ والله في عندي مريض. إيه مريض شوي. إيش بو؟ هاي مثل شبه الجفاف تقريبا. شو مثل شبه الجفاف؟ طيب كيف عم تقدر تعالجه؟ الحمد لله شوي من ورا الشغل الحمد لله. كم مصاريف علاجه في اليوم؟ يعني تقريبا والله حدا ما في شيء بس شيء معين. ما في شيء معين يعني تقريبا كم تصرف يعني على علاجه في الاسبوع؟ في اليوم بالاسبوع يعني شيء من 250 الى 300 تقريبا. من 250 ل 300 ليره في الاسبوع. اي حسب, احيانا اكثر احيانا اسمع. طب انت كم يوميتك؟ يومي حسب, احيانا بتطلع 50 احيانا 60 احيانا 20. طيب شلون عم تصرف عليه وشلون عم تصرف؟ شلون عم تصرف؟ الله يعيننا. شو بدنا نسوي؟ الله يعين يا رب. خيو حنسالك سؤال واحد, اذا عرفته بتربح مصاريف علاج ابنك لشهر كامل يعني 1000 ليرة. اتفقنا؟ اتفقنا. سؤالنا بيقول بس بده تركيز, شوف اذا ما ركزت بتخسر. بده تركيز. بده تركيز يا صعب. ما ركزت بتخسر. ما صعب. بدي اصعبه. سؤال صعب كمان رح تربح عليه 1000 ليرة يا زلمة. تفضل. تمام. طيب سؤالنا بيقول ايش اسم البلد يلي نحن ساكنين فيها؟ هون. ايه؟ هو ما بعرف اسم الضيعة. كل البلد أدلي. الكبيرة سوريا. الوطن سوريا. سوريا. ايش عاصمة سوريا؟ دمشق. دمشق. دمشق عاصمة سوريا يا شباب. الشام. دمشق عاصمة سوريا. الشام. دمشق عاصمة. صف اولى يا شباب. برافو عليك. 1000 ليرة. حجي هاي 1000 ليرة مصاريف شهر كامل لعلاج ابنك تمام, وغير هدول حنسالك الاسئله اللي بتربح عليهم 120 ليره. اتفقنا؟ سؤالنا الاول بيقول شيء بيدور حولك كثير بس ما بتشوفه. الكره. لا الهواء. برافو عليك, هي جائزتك الاولى. سؤال ثاني بيقول شيء من دون ما نشربه ما بنقدر نعيش. المي. المي. برافو عليك. الله يعطيك الف عافيه ونشوفك باعلى المراتب وبوس لنا ابنك بس تروح. الله يرزقك حبيبي. الله يسعدك ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويعافي الشباب. على راسي يا غالي. الله يكرمك. هدي يا اخي هدي, كيفك؟ الله وبركاته. شو اخبارك؟ الحمد لله رب. الله يعطيك العافيه. منين حضرتك؟ من ريف حماه الشمالي. يا اهلا وسهلا فيك. كم ساعه بتشتغلوا باليوم؟ 6 ساعات. 6 ساعات تحت الشمس. ايوه. بتلموا الخرده هي بتفرزوها وين؟ نعم مظبوط. كم تطلع يوميتك تقريبا اخي في الست ساعات؟ يعني من 30 ل 25. بتشتغل انت يوم كامل تحت الشمس بالخرده هاي ويمكن درجه حراره 1000. اي نعم مظبوط. وكان الشوب اكثر من هيك الحمد لله رب العالمين. 30 ليره في اليوم. نعم مظبوط. الله يعطيك الف عافيه. كم ولد عندك البركه؟ 2. ولدين. طب هل الفلوس اللي عم بتطلعها انت بتكفي؟ والله نساول علينا والباقي على الله. لك الله يجزاك الف خير بطل والله. يعني رغم الحر رغم كل شيء عم تشتغل بتقدم لعيالك. الحمد لله رب العالمين. خيو سؤال وجواب. تفضل. اذا عرفت تجاوب ربحت, ما عرفت تجاوب خسرت. تفضل. في طير بيتكاثر بالولاده ما بيبيض, ايش اسمه؟ خفاش. طير الحور. لا خفاش. خفاش. برافو عليك جائزتك الاولى. خيو اول جائزه 20 ثاني جائزه 100. يسلم عليك. شلون جائزتك الثانيه؟ ايش لغه اهل الكويت؟ لغه اهل الكويت. ايه اهل الكويت باين لغه بيحكوا, عربي ولا انجليزي؟ عربي. عربي. برافو عليك. تفضل. يسلم عليك. الله يعطيك الف عافيه. تعال نجي عند الحجي. حجيه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت مبين الزعيم تبع الشباب. والله ان شاء الله نقول زعيم الاخوان ولا مو زعيم. الله يعطيك العافيه. من حضرتك؟ من ريف حماه. يا اهلا وسهلا فيك.
انت هون صاحب الشغل وهيك ولا بتشتغل مع لا الشباب؟ لا اشتغل ويا الشباب. اشتغل مع الشباب، كم ساعة كمان بتشتغل في اليوم؟ بشتغل 5-6 ساعات. 5-6 ساعات، ما شاء الله. طيب كم يوميتك عمي هون؟ اسفين على السؤال. 25-30 ليرة. بتشتغل 5-6 ساعات عمي، انت كم عمرك؟ عمري 45. بس ما شاء الله عليك شاب، الله 45 ما شاء الله. طيب هي 25-30 ليرة باليوم بتكفيك مصاريف عمي؟ والله ما تكفي، بس شو بدنا نساوي، بدنا نعيش. ايش كنت بتشتغل قبل؟ كنت مزارع. مزارع، وقبل كان اكيد الوضع افضل منه. الوضع افضل كثير. الله يسعدك. الله يسلمك خيو. سؤال وجواب، وكل ما تجاوب على سؤال بتربح جائزه. نعم. سؤالنا الاول بيقول، في شيء بيمشي بدون اجرين وبيبكي بدون عيون، ايش هو؟ في شيء بدون بيمشي وما عنده ارجل وبيبكي بدون عيون. القيوم. برافو عليك، جائزتك الاولى. بس تفضل. سؤال ثاني بيقول، في شيء بيضل بيدور حواليك بس ما بتشوفه. ظل يدور حوالي ايه؟ الهواء. برافو عليك والله، صفقوا له يا شباب، برافو. يعطيك العافية. اهلا اهلا. اسم الكريم عمي؟ راكان. راكان. راكان جاسم. ايش يعني راكان؟ راكان اسم راكان يعني. ايش يعني اسم راكان؟ والله. طيب مين لف لك هيك هالجمدانية هيك ما شاء الله؟ انا لفها؟ انا لفوي. والله الله يعطيك العافية. التعب والعرق يوان. الله يعطيك العافية. كم عمرك البركة عمي؟ عمري شي 45 سنة. الله هيك يبارك في عمرك ويعطيك ايام حلوة يا رب. الله يديمك. كم ساعة بتشتغل عمي تقريبا؟ شي 5 ساعات 6. كم سنة صار لك تشتغل هالشغلة؟ صار لي تقريبا سنة يعني. سنة كاملة. كم هيك يوم اسبوعيتك جمعيتك كم تطلع تقريبا؟ تطلع شيء 200 ورقة بالاسبوع. 200 ليرة. 200 ليرة. طب انت ساكن في مخيم ولا في بيت؟ مخيم. والله مخيم ما في ايجار. ما في. ايه الحمد لله رب العالمين، والله هيك يعينكم على سكنة المخيم. في شيء كل ما زاد نقص، ايش هو؟ كل ما زاد نقص. نقص. كل ما كبرنا فيه قل. قل. ايش هو؟ كم عمرك انت هلا؟ عمري 45. طيب بس تكبر ايش بينقص من عمرك؟ ما ينقص. معناته ايش هو؟ العمر. العمر. برافو عليك، تفضل عمي. الله يسعدك يا رب. قول امين. امين يا رب. صوت عالي خيازان. امين 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 امين, آمين. الله يسلمك. الله يا رب. خيو سؤالنا الثاني بيقول، في فاكهه تنقرا من الطرفين صح، يعني فاكهه من 3 احرف، اذا قراناها من اليمين لليسار واذا قراناها من اليسار لليمين نفس الشيء. التين. خوخ. الخوخ. الخوخ اذا قراناها من اليمين لليسار. خوخ. طيب بدي عنب ثاني، شيء ثاني. طيب الجلاب من ايش بينعمل؟ الجلاب من التوس. من ايش؟ توس. توت. ايه. التوت اذا قرأناها من اليمين لليسار. ايه. توت. توس. ايه. واذا من اليسار لليمين؟ توس. طيب من عيد السؤال، فاكهة اذا قرأناها من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين بتعطينا نفس الاسم، ايش اسمها؟ التوس. برافو عليك، تفضل. الله يعطيك الف عافية. تعال تعال انت، تعال وقف. ايش قاعد عم بتشلف؟ كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. من وين انت؟ من لفامني. ايش عم تشتغل يا زلمة؟ انت اللي عم بتشيلها اثقل منك، ايش قاعد عم تشتغل؟ عم اشتغل بالحديد. ليش شلفتها هيك لهي رحابتنا يا زلمة؟ اسمه عم اشتغل اسمه عشان طالع حق لقمة الخبز لاهلي. انت اللي بتطالع حق لقمة الخبز لاهلك؟ ايه. المصريات اللي بتطالعهم منهم تروح تعطيهم لاهلك؟ ايه. لك الله يعطيك الف عافية. انت بتعرف انك بطل؟ ايه. بتعرف سوبرمان؟ إيه؟ هذا اللي بيطير انت اقوى منه والله، لانه انت بتشتغل بالحديد من الصبح للمساء وبتاخذ المصاري وبتروح تعطيهم لاهلك مشان ما يحتاجوا حدا، ما هيك؟ نعم. طيب خيو سؤال وجواب. نعم. اذا عرفت تجاوب ربحناك. نعم. ما عرفت تجاوب خسرناك. نعم. تمام. هي الماده اللي انت عم تشتغل فيها ايش اسمها؟ الحديد. برافو عليك، جائزه الاولى. سؤالنا الثاني بيقول، خيو في شيء بيحكي بدون تم وبيسمع بدون صوت. تليفون. برافو عليك، تفضل يا قلبي. هدول إلك مصروفك. تمام. وعطينا 20 ثانية. وهي إلك، هاي مصروف خاص فيك، هاي بتعطيها لأهلك وهي إلك. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا دير بالك حالك، الله يعطيك العافية. الله يسعدك. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. أنت شوي هيك أنظف من الشباب، معناته أنت المعلم تبعهم. أنا بشتغل لها مثلي مثلهم ليكم. عزمي والضمير. مالك صاحب الشغل؟ لا يا شباب، الأخ مو صاحب الشغل. عامل لأشو أنا. الله يعطيك العافية. من وين حضرتك؟ من سرائب. من سرائب. عايش مع عيلتك؟ ايه مهجرين قاعدين من سرائب. ايه. بمخيم عدين؟ لا بركين بسرمي مستاجر. الله يعطيك الف عافية. طيب انت كم يوميتك هون اخي؟ يعني من طالع 40 ل 30، نهار 70، نهار 30، نهار 20. حسب. حسب يعني متوسط 50 ليرة باليوم. يعني اذا كم اجار بيتك؟
بدفع 200 ليره تركي بالشهر. ايه طيب كيف عم تدفع 200 ليره تركي اخي؟ كيف عم تعيش وكيف شو نسوي؟ هذا الموجود. طب 200 ليره تركي شلون البيت؟ اليوم انا مصاري لك كل 20 ليره طالع 20 ليره بس. كل 20 نقلتين كنا كل سياره 10 ليره بطاق كل واحد. طيب بالبيت اللي ساكنه ب 200 ليره ايش هذا البيت اللي ساكنه؟ والله غرفتين ومطبخ قديمات عمرهم قديم كثير كثير. ايش ما نسوي غصب عنا قاعدنا. كيف كان بيتك بسراقب؟ ايوه عندي دار كويسه صلى على النبي داري بسراقب. انت اللي عمرتها وانت لك تعب تعب تعبي هذا كل السنين وراح البيت وراح البيت وراح الكل. الله يعوضك بالاخير. ايش ما نسوي؟ هلا احنا باكين على خط الرباط الاول 200 ليره غصب عنا. انت بارك على خط جبهه لك هلا هون 100 دولار هون ما بتاخذ 100 دولار 100 دولار يعني بتحكي على شيء 1800 ليره لك هلا هنيك 200 ليره تركي 200 ليره تركي. الله يعطيك الف عافيه. خيو انت وشطارتك يا بتربح يا بتخسر والله اعلم. توكل على الله. طيب في شيء بيغلب الانسان بدون ما يؤذيه هو نسوار بس ينعس بيغلبه ال النعس لا بس ينعس ايش بيغلب الانسان بس ينعس ايش بيعمل النوم النوم برافو عليك تفضل. طيب سؤال ثاني في عنا سؤال بيقول شوف هذا السؤال بده تركيز اذا عرفت تجاوبه بتربح الجائزه كلها تبعت سؤال سهل وسؤال صعب يعني 120 ليره اتفقنا طيب توكل على الله. شوف ثلاث اشخاص ليبنوا ثلاثة غرف بدهم ثلاثة أيام. الشخص الواحد ليبني غرفة واحدة كم يوم بده؟ شوف ثلاثة أشخاص بده يوم. كيف بده يوم؟ طيب بده يوم. اشرح لنا يعني بده يوم بعمره. والله هذا الولد ذكي والله العظيم. تعال 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 ليش ثلاثة أيام؟ لأن بده يتم يعمر ويجبل ثلاثة أيام ها؟ لانه الثلاث اشخاص ليعمروا ثلاث بيوت ثلاث ايام يعني كل واحد طول في عمار البيت الواحد ثلاث ايام صح. نعم بنغير لك سؤال ما ربحت توكل على الله. هي اخر هي بتخسر توكل اذا ما عرفته. كمان بدي اسالك سؤال اذا عرفته بتربحهم كلياتهم. خير سؤالنا بيقول طيب ما عندنا خيارات. طيب حاعطي خيارات خيو. كم تبلغ مساحه سوريا خيو؟ انا حاعطي خيارات. مساحة سوريا كلها 185 ألف كيلومتر مربع ولا 2 كيلومتر مربع ولا 5 متر؟ الألف و 185 ألف. برافو عليك وهي ربحت الجائزة كلها. يسلم ايديك. الله يعطيك ألف عافية يا غالي. الله يجزيك خير. الله يكرمك. شلونك؟ الحمد لله. ايش طاقية الكوبوي هاي؟ وين الفرودة هدول تبعك؟ ما في لا فرودة. لا ولا والله. شو أخبارك؟ الحمد لله. من وين أنت؟ من ريف المعرة. من ريف المعرة. الله يعطيك العافية ما شاء الله. كمان بتشتغل 5-6 ساعات في اليوم كمان نفس الهني. بالله العظيم. أيوه. كيف بتداري امورك بالله احكي لي؟ بعين الله منه. ربطة الخبز 10 ليرات اليوم ما بتكفي بس بعين الله منه. وين عايش؟ مخيم ولا بيت؟ مخيم والله. اي مخيم؟ غرب الكفر العليوي. بالله. وعيلتك هون؟ كمان هي. كم طفل عندك البارك؟ ثلاثة. ثلاث اطفال. اصغرهم كم عمره؟ 9 شهور. والكبير؟ 8 سنين. الله يخلي لك. الله يخلي له. سؤال وجواب بسرعه هيك بدي تخرب الدنيا. في خضره بس قطعناها بنبكي. تبكي؟ ايه خضرة بس قطعناها عينك بتدمع بتصير تبكي عيونك تحرقك. ايش هي؟ هي خضرة هو هيك مدورة بس حطينا السكينة وقطعناها بتبكي بتصير تبكي دمع؟ لا ايش اسم الخضرة؟ ايش بصل؟ بصل. برافو عليك. تفضل هاي جائزتك الأولى. خيو في شيء بيدخل من قلب الزجاج من قلب البلور وما بيكسر البلور. الضوء. برافو. تفضل. الله يعطيك ألف عافية. لخيو انت كتير مجتهد يا زلمه العالم كلها جمعت علينا انت ضليت في ارضك. شلونك؟ السلام ورحمه الله على الله يعطيك العافيه. كثير مجتهد انت من اول ما جيت شفتك عم بتشيل وبتحط. والله ما مقصر بالشغل الحمد لله 400 اساس. الله يعطيك الله يسلمك على راسي ويطول عمرك. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله. من وين انت؟ خان شيخو. من خان شيخو. خان شيخو. الله يعطيك العافيه. كم ولد عندك البركه؟ عندي ثلاث اولاد. انت القائم عليهم ولا وحدك؟ ثلاثه انا قائم عليهم بس عندي اخ عاجز عمره شيء 23 سنه. انت كمان قائم عليه؟ ايه نحن واخواتي كل من اشمع طاب يعطي بنساعده بنعمل. ساكن عندك؟ ساكن عندي وعند اخواتي بيجي لعندي وبيروح درويش حفوضات كذا دواء له بلعات كل شهر معطيه بلعات. كم يوميتك انت؟ 30-35 ليره. طب انت 30-35 رح تلحق فيها لاطفالك ولا لعائلتك ولا لاخوك ولا لحالك؟ استاذ إيه وين وين عيالي وين انه لا تاخذني اخوي وين مصروف بيتي بتعرف متين المصروف مو هي والله كل شيء والحمد لله رب العالمين بنحمد الله على كل شيء بس يعني هالعاجز هذا انه موجود عندي وعند اخواتي هذا برغبتنا اليوم الدين. الله يساعد. الله يبارك. الله يجزاك الف خير. على راسي. الله يبارك فيك. ويكثر خيرك ويعطيك القوه والرزق لانك توقف وتضل قائم على الله يوفقك روح ويسر امرك على راسي. الله يطول عمرك. خيو سؤال واحد نعم باربع جوائز. تفضل. اتفقنا؟ اتفقنا. سؤالنا بيقول او سؤالين مو سؤال واحد. ليش سؤال واحد؟ ليش انغش يعني خيو؟ ايش بدك؟ ايش عاصمة الدولة الأموية؟ عاصمة الدولة الأموية هي نفس عاصمة سوريا. دمشق. دمشق. برافو عليك. ربحت سؤال أول. السؤال الثاني
اخوك ايش اسمه العاجز؟ عبد الفتاح. بيسمع وبيحكي عبد الفتاح؟ بيسمع وبيحكي كذا. ايه طيب مسوك هاي، طلع الكاميرا واحكي مع عبد الفتاح، وجه له رساله. بيشوفني هلا؟ ايه وجه له عبد الفتاح. يا عبد الفتاح شلونك كيفك؟ ليك انا بحبك يا اخي محبه كبيره الحمد لله، ونحن ما راح نقصر طريقك لحتى الله سبحانه وتعالى يفرجها يا رب، وراح نساعدك قدر الامكان يا اخي باذن الله تعالى، وان شاء الله ما راح نقصر طريقك لا نحن ولا اخوات التعليم. الله عليك. الله يسلمك. الله عليك. الله, الله يخليك. خيو اعطينا اربع جوائز، ادي دول. الله يكرمك. يعطيك العافيه استاذ. الله يكرمك حبيبي. شكرا لك. الله يوفقك. على راسي والله. الله يكرمك يا رب. انت شو بدك؟ تعال تعال. لك مو تكرم عينك. كيفك؟ سؤال سهل الحمد لله. سؤال سهل ما؟ طيب انت بايش شاطر؟ كل شيء. بكل شيء شاطر. ما شاء الله عليك. خيو حاسالك سؤالين مو سؤال واحد مشان ما يصير غش. تمام؟ قرآن. شلون؟ قرآن. عن القرآن؟ طيب طيب خيو. رالي قل هو الله احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. برافو عليك. صفوا له يا جماعه، والله صفوا له. الله يعطيك العافيه. سؤال كمان. رنا الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر صلي يا رب تمن حر ان شانك ولا ابتر. برافو برافو عليك. هيئ لك يا قلبي. الله يعطيك الف عافيه. يلا دير بالك حالك. شلونك يا بطل؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ والله طمنا عنك ان شاء الله بخير. طيب. من وين انت؟ فتول هيك والله شوي. ايه من وين انت؟ من ضيعت الخوين. الخوير؟ ايه. ما شاء الله. ابوك شو بيشتغل؟ ابوي مات متوفي. ابوك متوفي؟ الله يرحمه. من كم سنه توفى؟ من شي 4 اشهر. شلون توفى؟ اصابته جلطه. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. كم اخ انتو؟ ها؟ كم اخ شاب عندك؟ احنا اربعة. اربع شباب بيشتغلوا كلياتهم؟ لا لا ما نشتغل غير انا واخوي. وين ساكنين؟ ساكنين بضيعة كفر يحمول. كفر يحمول. الله يعطيك العافية. كم شخص ساكنين بمخيم ببيت؟ وين ساكنين؟ بخيمة. بخيمة؟ ايه بيه. الله خيو سؤال واحد تربح جائزتين فورا بسرعة. طيب سؤالنا بيقول في شيء بيسمع بدون اذن وبيحكي بدون ثم. الهاتف. الهاتف. برافو عليك. تفضل يا غالي. الله يعطيك الف عافيه. ان شاء الله نشوفك بعلى المراتب. يلا دير بالك حالك. وهيك اعزائي انا وزميلي عبد الكريم بكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. نختم خلاص؟ نعم لان هلكنا. هلكنا تعبنا يا زلمه والله معه حق. لا تنسوا انكم تشاركوا الفيديو بين اصحابكم لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن، وتنتظرونا بالحلقات القادمه من برنامج سؤال الشارع على شاشه وجميع منصات تلفزيون سوريا.